الهيئة قد وجدت نفسها أمام إجراء مستحيل بعد أن تعذر عليها الحصول على مشروع قرار من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري رغم تذكيرها بذلك بالطرق الودية والرسمية. في أخبار العالم، وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على تصنيف روسيا الدولة راعية للإرهاب بموافقة غالبية الأعضاء، وصوت المجلس خلال جلسة مصورة مكتملة الحضور لصالح قرار يصنف روسيا الدولة راعية للإرهاب. ووفقا للبرلمان الأوروبي، فإن الجيش الروسي كثف خلال حربه ضد أوكرانيا هجماته على أهداف مدنية بما في ذلك البنية التحتية للطاقات والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ. واعتبر البرلمان الأوروبي ممارسات الجيش الروسي انتهاكا للقانون الإنساني الدولي في هذه العملية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز قدمته لكم نجلاء خليفة هاني، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.